بماذا أتيتم يا خلفاء الإسلام الجدد؟ بالختان. حلو، والله أولوية كبيرة. بهدم إيه؟ مرقد يونس ومرقد نبي الله دانيال، وفي الرقة في سوريا إيه؟ بهدم مرقد ولي الله خير التابعين أويس القرني قدس الله سره، هدموا. وبهدم مرقد لحفيد عبد الفاروق عمر بن الخطاب، هدموا. وهكذا هدم المراقد أولوية حلوة ما شاء الله، يعني هدم التاريخ، هدم الذاكرة. مكان عمر بن الخطاب أذكى منك وعمر بن العاص، ما ليش ما هدموش أثار الفراعنة؟ ليه؟ آثار هذه يجب أن تبقى، هذه ذاكرة حضارية. وما هدمهاش المأمون العباسي، وبالعكس، وقال هذا ما بقي منها بعد قوله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وهذا الذي بقي بعد تدمير يرون فيها عبرة، عبر الله في التاريخ. مثل الذين هدموا هرم بوذا أو نصب بوذا أو صنم بوذا، هذا ألاف السنين العمر هدموه هؤلاء المجانين. من أين بولين بهذا الجنون؟ أنا أقول لكم من الخطط الخارجية من أعداء الأمة، في القلب من هذا دائما، أقسم بالله عدو الأمة، عدو الأمة في القلب. وحد الله هذه الأمة. طبعا لما أشوف أنا داعش تضع علم فلسطين تحت رجليهم والله أكبر ومتحمس جدا هو، وقال يرفع علم لا إله إلا الله، الله بريء منك ورسوله. ومين قال لك يا جاهل يا داعشي؟ مين قال لك يا داعشي أن علم لا إله إلا الله يتعارض أن يكون لفلسطين علم واستقلال، وأن يكون لسوريا والعراق ومصر وليبيا وتونس والجزائر علم، والمغرب والسعودية والإمارات؟ مين قال لك؟ ألم تسمع يا داعش؟ بس أكيد لا يسمع هو، هو لم يسمع شيئا، لم يفقه شيئا، لم يعلم شيئا. ألم تسمع يا داعشي أن رسول الله في حروبه كان له أكثر من راية؟ أكثر من راية، في راية عامة سمها راية الإسلام، راية العروبة، ما عنديش مشكلة، وفي رايات خاصة. هل تعلمون كل قبيلة من قبائل العرب كان لها راية؟ هو لم يسمع بهذه في حياته. قال لك هذه وطنية وثنية، وطنية وثنية، أو وثنية وطنية، هذه وثنية. ما في عندنا شيء اسمه فلسطين وسوريا وكذا، هاش عندك؟ عندك خلافة الإسلام. أوه خلافة الإسلام حلم كل مسلم ما شاء الله، حتى يعود المسلمين قوة ووحدة. لكن أنتم ما شاء الله علمتم الخلافة، بماذا أتيتمونا؟ بختان البنات، خلاص مرسوم دواعشي، يجب على البنات أن يختن. في بلاد العراق بيعرفوش إيه، حتى في سوريا بيعرفوش الختان هذا، هذه مصر والسودان والصومال، شغلات إفريقية هذه، هذا منتوج إفريقي. وسيبك من الهبل تبع المشايخ الهبلان هذولا، سنة ومش سنة ومكروه، كلام فارغ، استهبال، هذا جنايات بحق الأنثى. داعش ما شاء الله بشرت بالخلافة، وعندهم أولويات. الأولويات تفجير قبر إيه أو مرقد نبي الله يونس، شفتوا بعيني شيء مؤلم جدا جدا جدا. داعش تدوس على التراث، على التاريخ، على الذاكرة، على ذاكرة العراق. العراق 5000 سنة حضارة انبعثت فيها الحضارة مرتين. العراق موزاييك لا نظير له في العالم يتعايش فيه عبدة الله في أقصى اليمين المبارك، وعبدة إبليس في أقصى الشمال. ما رأيكم؟ ما في مشكلة، لكم دينكم ولنا دين، عابد الشيطان مع عابد الرحمن، ما عندنا هذا العراق العظيم اليوم، لا داعش وبس.